السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة تطبيقات الإنترنت باستخدام الأداة الرائعة أنجلر وباستخدام تايب سكريبت. والنهاردة هنتكلم عن الاستراكشر دايركتيفز، ويعني خليكم معانا ونشرحها في الكورس أحسن أو في الحلقة أحسن. ايه هي الاستراكشر دايركت؟ هي ادوات بتساعدك انك تاد او ريموف، تحط او تشيل HTML element زي ما انت عايز عن طريق conditions، زي بالظبط كده لما بتكتب في الكود البرمجي العادي قاعده اف، قاعده سويتش، قاعده فور، بس هي بقى بتتكتب قبليها NG اختصار انجلر الشهير. فيبقى بدل اف مثلا اف كذا اعمل لي كذا، اف كذا اعمل لي كذا، لا انت دلوقتي عندك NGF بدل اف، وبدل سويتش اللي هي بتخليك تختار من كذا حاجه لا هتبقى NG سويتش، وبدل فور بتبقى NG4. تعالوا نشوف ممكن نكتب الدايركتيفز دي ازاي ونستفيد منها ازاي من خلال الكود ايه بتاعنا. تعالوا نمسح الاكواد الزياده ديت، كنا شرحنا فيها في الحلقات اللي فاتت، ونيجي هنا اهوت كده ونعمل مثلا كود بسيط زي مثلا H2 ماشي هاي زير، وهنا H2 انا عاوز ال H2 دي تظهر في حاله معينه واحده بس، خلينا نعملها كده عشان تبقى ظاهره. طب هو ده سايز اكبر في حالة لو في مثلا أداة بتساوي ترو، مثلا لو مثلا أنا بعت لها بايند على حاجة بتساوي ترو أور فولس، أعملها إزاي ديت؟ بكل بساطة هستخدم ستار إن جي إف وهقول له لو ديت بشكل واضح وصريح بتساوي ترو، لو دي بتساوي ترو يبقى اذا المفروض الكونتنت او ال H2 دي تظهر، لو مش بتساوي ترو المفروض ما تظهرش. وهعمل فايل سيف اول وهرجع للكود بتاعي. تعالوا هنا هو تولكم المحمدي، هلوزر ما ظهرتش، هنعمل انسبكت اهوت والاثنين ما ظهرتش، في حاجه مش مظبوطه. ايوه انا كاتب السنتكس هنا غلط، المفروض اف كابيتال ان جي اف، وهنعمل فايل سيف اول لان المفروض تظهر يعني. فنروح نرجع هنا تاني اهوت هاي زير، لو جيت وقفت عليها كده دوست انباكت ماشي هتلاقيها مكتوبه من غير ايه الان جي دايركتور بتاعها. ف يعني لو جيت بقى غيرتها خليتها فولس ماشي، وقمت جاي عامل سيف اول، فالمفروض انها تختفي. لو جينا هنا هتلاقيها ايه اختفت، وحتى لو جينا دورنا عليها في الكونتينرز هنا ماشي، ادي الديفايه اللي موجود فيها الويلكم محمدي اللي فوق اللي هي فيها الصفحه، وشوف عاملها ازاي حاططها لك، بس حاططها لك بايندنج وقافل لك المكان ايه بتاعها، بيقول لك ان الان جي اف للمكان دوت اصبح فولس، فانت مش متاح ليك ايه انك تشوفها. نفس النتيجة برضو لو حطيناها هنا مثلا وقررنا ان احنا نعمل مثلا هنا public مثلا H2 value مثلا اي حاجة هتساوي مثلا true ماشي، وخدت ال H2 value دوت وحطيته هنا مكان ال false. نفس النظرية برضو لو عملنا هنا كده المفروض احنا لما نروح كده ونشوفها هنلاقيها ظهرت عادي. طبعا لو استخدمنا لو جينا هنا انسبكت اهوت ظهر عادي، ولو مش انسبكت هتبقى فولس هتلاقيها سوري لو حطينا فولس هتلاقيها ايه اختفت. طيب زي اي قاعده اف انا عايز لو ده ما ظهرش حاجه ثانيه تظهر، مكان ثاني يظهر. عاوزك تركز معايا جدا ان هو ستراكشر ثابت هتفهمه وهتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي الحلاوه بعد كده.
اول حاجة عشان نعمل ال else، طبعا اي قاعدة فيها if else ماشي، فانا مش عاوز البلوك كود ده يظهر ماشي، عاوز بلوك تاني هو اللي يظهر. فالبلوك التاني هحطه في حتة اسمها ng templates ماشي، ng dash template تمام كده هوت، وهسمي التمبلت دوت else بلوك تمام كده اهوت، وهقفل ال ng template اهوت زي ما بقفل اي كود عادي، وهعمل البلوك الثاني اللي انا عاوزه يظهر فيه ال else هنا اهوت، وهقول له h2 ماشي، مثلا هقول مثلا هاي ال محمدي ماشي، وهقفل ال h وكده هوت عليه عادي جدا. طيب كده خلاص، لا لسه لازم اجي في ال ng f واقول احط هنا سيمي كولا واقول له ان else هتشغل لي ال else block دوت ماشي. فالموضوع سهل بس هو يعني كتابته غريبه شويه. هنستخدم ng block template ماشي، ال ng template ديت هنسميها بس لازم نستخدم كلمة الهاش else block ماشي، وال else block دوت هنستخدم جواه البلوك بتاعنا اللي احنا عاوزينه يظهر مكان دوت ماشي، وهنقول له لو هو true هيظهر اوكي اتش دي، طبعا هناخد من اتش 2 فاليو ديت. طب else يبقى ال else block هو ايه اللي يظهر، ونيجي هنا ونخلي دي false بحيث ان هو false بحيث ان هو يظهر التاني دوت، وهنعمل فايل سيف اول اهوت، ونيجي للصفحه بتاعتنا وتلاقي هاي المحمدي هي ايه اللي ظهرت. ولو جينا كده بالانسبكت هتلاقيها ظهرت، وهو بيقول لك ايه ان يعني فيما معناه رساله كده ان هي ده نتيجه الالس بتاع ايه الكونديشن اللي انت كنت ايه حاطه. طيب في ناس ممكن الديزاين ده شكل كده ما يحبهوش يعني، فعاوزين يعني يكون متقسمه بشكل افضل من كده. فالحل السحري للموضوع دوت، تعالوا نلغي ال NGF ديت ماشي، ونخلي ده سطر واحد عشان الموضوع بس يبقى ظاهر دوت. هبدا اعمل NG template هنا ng، وهسميه مثلا then block ماشي، وهقفل ال ng دوت تمام كده اهوت، وهاخد الكود دوت واحطه فيه هنا كده ماشي. فاذا انا بقول له انا عاوز اقول له بقى ايه، لو الهاف تو فاليو دوت ترو خد لي البلوك دوت، لو مش فولس خد لي البلوك دوت. ازاي بقى دي اعملها؟ هعمل اي بليس هولدر وليكن ديف ماشي، والبليس هولدر دوت هستخدم فيه ان جي اف اوكي، وهقول له هنا ان جي اف هتساوي القيمة بتاعتي اللي هي h2 value ماشي، واحط ايه علامة السيمي كولا واكتب له هنا زين يبقى زين بلوك، واستخدم سيمي كولا تانية اقول له هنا else بلوك تمام، واقفل الدفاية ديت تمام كده اهو. يبقى انا كده عملت قاعده الاف وبشكل يعني افضل، والمبرمجين بيحبوا الشكل ده اكتر من الشكل ايه الاولاني. وبعد كده هعمل فايل سيف اول، هي دي فولس يبقى هيظهر الثاني، وهنشوف كده اهوت هاي المحمدي لو عملناه هنا بترو ماشي. هنعمل فايل سيف اول كله، هنيجي هنا هنلاقي هاي ايه زير تمام كده اهوت، وهو المطلوب اثباته.
وبكده بتنتهي حلقة النهاردة. يا ريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت الناس اللي عندهم استفسار من اي نوع يسيبوه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. اتمنى الناس تتكلم معايا تقول لي رأيها ايه في الكورس، ماشية ازاي، ايه المشاكل اللي مصادفاها، الحاجات الجميلة اللي بنقولها، ايه الحاجة اللي احنا ممكن اسلوبنا كويس فيها فنعممها، الحاجة اللي اسلوبنا وحش فيها فمنعممهاش كده. يعني شارك معانا بس في الكورس. والى هنا بتنتهي حلقة النهاردة. في النهاية اتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في الحلقات القادمة.